أسعار الخضار اليوم، الطماطم يا جماعة من 150 إلى 180 جنيه، وفي 200 وممكن يصل ل 220 جنيه، أعلى وأنضف حاجة في سوق الجملة. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، خلي الفيديو ينتشر وغيرك يعرف الأسعار. ولو في أي متابع جديد أول مرة تشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونتابع بقى الأسعار. طبعا في القطاعي بتتباع من 10 إلى 15 جنيه، يعني في ناس بتبيع ب10 وفي ناس بتبيع ب15. الخيار يا جماعة 3 كيلو ب10، وفي برضو بعض الناس بتبيع الكيلو ب5 جنيه، مش كله بيبيع بسعر واحد. البصل يا جماعة 3 كيلو ب10 جنيه في سوق التجزيع. الكابوتشا يا جماعة سواء كانت خضراء او حمراء الواحدة ب10 جنيه في سوق التجزيع. دي اسعار الخضار. نخش على اسعار الفاكهة. الخوخ جملته 4 جنيه، بيتباع بره طبعا كيلو ونص ب10، وممكن هتلاقي في ناس بتبيع كيلو ب10 زي ما قلنا، مش كله بيبيع بسعر واحد. العنب يا جماعة من 10 إلى 15 جنيه في سوق التجزيع. التفاح يا جماعة ب10 جنيه للكيلو وفي ب12 جنيه. المشمش من 10 إلى 15 جنيه، ده أسعار تجزيع طبعا. البامية يا جماعة من 15 إلى 18 جنيه في الجملة، ممكن تصل ل20 و25 جنيه في سوق التجزيع. البتنجان يا جماعة كيلو وربع ب5 جنيه، وفي طبعا بتنجان نظيف ب5 جنيه في سوق التجزيع. طبعا هو أسعاره في سوق الجملة من 1.25 جنيه إلى 2.5 أعلى وأنضف حاجة. التوم يا جماعة، يعني إيه حكاية التوم؟ طبعا أنت لو مشيت دلوقتي في السوق تمام مش هتلاقي توم خالص في السوق، يعني نادر جدا ان انت تلاقي توم في السوق، حتى في سوق العبور التوم برضو قليل جدا. طيب ايه الحكاية؟ طبعا الناس خزنت التوم تمام، يعني احتمال كبير ان سعره يبقى مرتفع الايام الجاية، وكده كده سعره يعني هيرتفع لان في ناس خزنت التوم، لان كان سعره طبعا مفيش سعر خالص ليه. اللي باع باع غصب عنه، يعني يمكن كان عليه مديون بفلوس طبعا، ايجار او كيماوي او اي حاجة زي كده، انما يعني مبسوط شوية ومعاه فلوس فطبعا خزن التوم، فده هيبيع برضو بسعر معقول. ربنا يعوض على الجميع باسعار التوم واسعار البصل السنة دي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.